واش الدراري معكم عمار مساري في فيديو جديد. المهم الخوت هذا الفيديو دا يكون سبيسيال. علاش يكون سبيسيال؟ حيت اصلا حنا شنو معروف علينا غير سبيسيال. المهم الخوت من بعد ما كتلحت لكم اخر فيديو ديال مافيا والضربه اللي كانت في الجنب ديالها، بزاف منكم قال لك دير لنا فيديو كيفاش نقدروا نعالجوا بحال هاد الضربات هادي. دونك انا كما قلت لكم اي حاجه بغيتوها كنلبي لكم الطلب ديالكم، دونك حتى نتوما خاصكم تلبيو لي الطلب ديالي. المهم نلحق لكم هذا الفيديو ونتحداكم الى وصل هذا الفيديو ل 10000 لايك في ظرف 24 ساعه، موراها نلحق لكم فيديو ثاني مباشره. المهم الخوت في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم الضربه اللي في مافيا وكيفاش بقات مافيا وشنو اللي خاصك دير ليها وشنو اللي ما خاصكش دير وكيفاش تقدر تعالج هذه الكليبه بابسط الاشياء وفي اقرب وقت ممكن. اول حاجه غنديروها الخوت غنوريكم اللوازم اللي غنحتاجو او الادويه اللي غادي نستعملو، من موراها نهبطو مافيا ونوريكم طريقه الاستعمال. المهم الخوت بالنسبه للوازم اللي غنحتاجو او الادويه اللي غادي نستعملو باش نداويو مافيا هما هاد اربعه الاشياء، واحد جوج ثلاثه اربعه والخامسه نقدر نقول لكم عليها في الاخر ديال الفيديو لاش كتصلح. هادي الخوت يعني الكول او نقدروا نستعملوه بلاصه بيتادين كينظف الجرح و ميم طون ما كيحرقش الكليبه ديالنا. هنايا خوت عندنا الداجينه كتنشف الجرح كما كنعرفوا حنايا كاملا، وهذا الرشاش اللي كيعطي واحد اللون اللي ازرق خطير ديال بصح وكيعاون الجرح يبرى في اقرب وقت ممكن. وهنايا الخوت هذه الكينه هذه غادي ندوي لكم عليها في الاخر ديال الفيديو. المهم تابعوا معنا. ودابا الخوت باش ما نطولش عليكم نهبط لكم مافيا وديك الساعه نتلاقاو معاه. هنا يا الخوت كما كتشوفوا معنا محبوبه الجماهير مافيا، اللهم بارك. وبالنسبه للناس اللي باقيين كيسولوا على لاج ديالها، مافيا تقريبا دابا الخوت راه عندها شي 6 سنين واقيلا راه طالعه في 7 سنين. مافيا اسي بابو جي، مافيا دوبات. فوالا كوشي سي بيان مافيا. ابوا 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 اسي دوبات. فوالا على سير تلعب يلا كوشي كوشي دوبات. علي ما في خصك وي كوشي علي زيكزاك زيكزاك اجي كوشي بلاص با بوجي با في اجي علي تك علي تك علي تك ال كوشي ال با بوجي ما في زيكزاك كوشي حسبي كوشي با بوجي مور وي نو مور وي حراتك صافي بيان. المهم الخوت دابا من بعد ما هبط لكم مافيا ولعبت معاها شويه خليتها بما طلقات ولعبات شويه وتصولاجات حيت كما كتشوفوا كنت الفوق ساد عليها، جا الوقت باش نقدر ندير ليها الدواء. هاد الدواء الخوت شنو غنديروا فيه وكيفاش غادي نديروه وشنو هي اول حاجه غادي نصبقوا وشنو هي اخر حاجه غادي نصبقوا وشنو هي اخر حاجه غادي نخليوه. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم يلا معنا نشوفوا شنو غنديروا ليها. المهم الخوت اول حاجه غادي نبداو بها مع مافيا هي هذه، واللي كما قلت لكم انايا هذه نقدر نستعملها في بلاصه ديال البيتادين، ولكن هذه احسن من البيتادين ب 1000 درجه حيت هذا فيه الكول او هو براسو الكول. وثاني حاجه واخا نقدر نرشو على الكليب ديالي ما يحرقهاش او يبقى ياكلها باش يدور حتى يحس فيه. دونك الخوت درت ليها هاد الكول هذا او هاد المنظف باش ما ياكلهاش، وهذه هي الميزه الزوينه اللي كاينه في هاد الكول هذا.
وميم طون ما تدورش مافيا وتبقى تاكل في الجرح او تبقى تحك فيه ومن بعد يتعب في الليل. دونك هذا هو اللي نقدر نصحكم به. راك تلقى عند لي فارماسي فابوجه. ومن بعد الخوت غادي نستعملوا هذا الرشاش الازرق الخطير ديال بصح، والصراحه ديما كنجربوا مع كليبات ديالي. دونك هذا ديما خاص يكون عندكم في الدار بلا حتى شي حاجه، وغتشوفوا الخوت فاش كنرشوا اللون ديالو كيفاش كيكون، واش كيقدر ياكل الكليبات هو ولا لا. ابو جاي ابو جاي Ça c'est bien, pas bouger. كما كتشوفوا واخا هكاك مشى تقاص هذا الجرح هذا وما خلاتوش في خاطره، داكشي علاش غندوزو للخطه بي. وبالنسبه للخطه بي الخوت هي هاد العيبه هذه اللي درتها ليها من بعد ما كملت ليها الدواء. ودابا الخوت غنستعملوا الداجينه كما كتعرفوا كاملين انها كتقدر تعاون الجرح باش ما يتعفنش، وميم طون كتمص الجرح وكتساعدو باش يبرد غير. هاجي نستعمل نو شنو مالك وشي بابوش كما كتشوفوا الخوت كنديروا غير واحد الرشات خفاف من الفوق. دوك البرودويات اللي درنا في الاول كيكونوا فاسقين، هادشي اللي كيساعد ان هاد الداجنه تلصق دغيا فوق الجرح. بابو جي. والمهم الخوت دابا اهم مرحله في هادشي كامل باش ما يمشيش ليكم هادشي كامل في الزيرو، هو انك خاصك تحضر الكليبه ديالك باش ما تقاسش لك هاد الجرح هذا، او كما كنقولوا ما تخليهاش تلحس هاد الادويه اللي درنا ليها وتضرب لينا كلشي في الزيرو. دونك شنو خاصك دير؟ اما خاصك تراقبها وتبقى حاضره بحال هكا وتبقى معاها وتبقى تلعب معاها، اما غادي دير ليها الكاست ديال الكليبات باش ما يخليهاش فين الدور تلحس الجرح. المهم الخوت بالنسبه للقضيه ديال الكاسك راه ديجا كدرتو المافيا، وراه كدرت عليها فيديو او ميني فلوغ لحتو لكم في فيسبوك. اللي ما عرفش باج فيسبوك ديالي هي هذه، دخلوا وغتلقاو داكشي بلي ديطاي. من بعد الخوت فاش كدرت ليها الكاسك حيداتو قطعاتو ما خلات فيه والو. دونك فهاد اللحظه بالضبط انا كنعاود معها الدواء. حاجه واحد الحاجه مهمه، هاد الادويه اللي كندير راه ماشي كديرهم غير مره واحده وصافي، راه على الاقل كتعاودهم واحد الخطره في 3 ايام ولا خطره في يومين باش الجرح يبرى دغيا. كما قلت لكم من بعد ما قطعت الكاسك دابا انايا غنحاول نبقى نلعب معاها شويه بما نشفات، وديك الساعه نردها لبلاصتها. كما كتشوفوا الخوت مافيا مخليه شميشه وكتضلل هنايا مافيا مور دوبا مافيا. الخوت مافيا فيها واحد اللعيبه واللي زوينه وخايبه في نفس الوقت. انا ما بغيتش نشكر لكم الكليب ديالي، هي انك كتبغي دير جميع الحركات في وقت واحد، داكشي علاش كدوخ مافيا كلشي اصي طبات فوالا كلشي مخ كلش مخ اصي نو نو كلشي. المهم الخوت كما كتشوفوا في الحاله النهائيه ديال العلاج كتولي الكليبه ديالنا دايره بحال هكا، داكشي علاش الخوت في هذه اللحظه انا محتاج لكم دابا باش تدعيو معاها وتقولوا الله يشافيها. وغير باش تعرفوا واحد الحاجه الخوت، ان الكليبات ديالي كاملين عزازا عليا، ولكن مافيا واحد المعزه ديالها او واحد الصداقه بيناتنا كما تنقولوا مافيا العشره القديمه ديالي، كانت كونيكتاو غير بالعينين، اي حاجه كنبغي نوصلها ليها كتفهمني، والدليل هو انني نقدر ندوي معاها غير بالحركه وكتطبق داكشي اللي بغيت. اش تشوف صافي بيان وما خوت كيما كتشوف انا راه كندير لها الحركه ديالي. شوف شي بان ودي مافيا نو مافيا صافي بيان. دابا خوت نحاول نقول لها دوبا مافيا واه هاي دابا دير كلشي مافيا
وي صافي ابو ابو طلع بلاصتك يلا طلع ابو 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 اجي لهم شوي شوي نو طلع 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 شوف خلاص نحل الباب وفيا هبط يلا مشي هبط هبط يلا مشي اجينا طلع بلاستيك ساسي بيان ابو حق الخوت نسيت بغيت نقول لكم شكرا بزاف 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 على 500,000 اباني صراحة هادشي ماشي سهل ولكن هادشي كله الخوت بالفضل ديالكم وبالفضل الدعم ديالكم كما كنقول المهم الخوت ما تنساوش اللي تفرج في الفيديو وعجبه واحد جيم وكومنتير واللي اول مره غيشوف عمر المساري ما ينساش واحد اباني وفعل الجرس باش ديما يبقى يوصلوا الجديد بحال هكا الخوت غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو كان معكم عمر المساري تهلاو.